One. Episode one. نحن بلبنان شو عشنا بخمسة أشهر؟ عشنا بخمسة أشهر قصص في ناس ما بيعيشوها بحياتهم. Yeah, in their lifetime, صح. فكر فيها. يعني لازم نفسر ليه عم نشوف بعضنا بالكونفاينمنت. That's true. هلا كمان ما فينا نطلع برا البيت بعد الساعة 7, right? بعد الساعة 7 للساعة 5 الصبح. هيك سمعت بس confirm. عم شوفي حدا تاني؟ لا. ما اخترعت شيء. لنفتكر نحن كتار نفكر ذات الشيء. That's why I feel it's much easier to fall in love and ما بعرف ليه وقفت بدي غير قعد مش اليوم حاطة ميك اب كان رايت ايه ما في كاميرا اذا بحط حالي برا ميك اب قدام الكاميرا راح يفكروا انه معي كورونا فايروس مزبوط صحتنا كتير مهمة بس صحتنا كتير مهمة كمان mental health ايه يعني اذا اليوم ما بتهتم براسك كمان فيك تفرط. The most important thing is that we are very hopeful as well. And with all the shit that we have gone through, eh, we still have this glimmer of hope. But on that note, نرجع نعملها. I think it is. نرجع نعملها. Yeah, هيك هيك ما عم ضيع وقت أنا وياك. آه، غزمو. ميرسي. لأنه صارتي ديفيسيل. On a beaucoup de chance. بس. هذا سهل. ما بعرف ما أخذ رح ترجع على البيت رح تقدر ترجع على البيت الممنوع هلا آه فاك في كيرفيو هلا بس مزبوط ما بعرف ما رح نوقف ما حوقف مكملين